تقول هون الصياده هون جابني ياسر من المشاكل بعد مشاكل هم اللي رايين منهم خاصه اولاد الوطن هون الواحد فيه لا شيء قاعد الصرقه هذه لا يجيب سفينه مزال تجي يتراصفوا فيها تقول قبيله دميه حتى حالا كانهم هددوا واحدين بالماس انه لا يقلعوا منهم حيوانهم سمعتني واللي هم البحاره هون شيء قال البحار قاعد عنه جابر النتيجه هم رايه به اللي خارقين واحدين مستهلكين الحوت ذا وهم اللي مستعمرين هذا الكامل مستحقرين بذا ولو معدني قاعد ان بحار خارج ولو معدني عن مواطن قاعد انه عنده الحق في حياته في الوطن هون والله عنده حياته في نطالب الحكومه لان الاول ما تعرف شيء تعرف شيء الاولاد المواطنين هون تعرف لهم شيء وتعرف هم شنو هم وتعرف هم منين ومنين يقيلوا ومنين يباتوا اذا سمعتنا اني مرلي من شيء قال له قله الماده يرموا لي البحر ما ضيعوا أمه ولا جانب هاو الصين ساعة دخلوا البحر ما تلين اللي جبروا لا حوتة واحدة من ياي بوي ما نجبروا نص بوصرة هنا سمعت هاو الجانب هما صقلوا البحر موريتان سنغال وهاو الدول الافريقيا اللي زرنا الحمد لله كانوا لين يمشي حوتة يعاونونا نجبروا شوية يجبروا هم أمه اللي شي ونستفادوا منهم موكي دولة عندها لوقة من لوقة أخرين أنت ما قد واحد يبيع أقا ما حسيت به باللوقت ما تعرفها حق ولا ما حق ولا تقد تتكلم معاه ولا تقد تشاوره من بينهم علاقات لا مع الدولة وعادوا نين يدخلوا البحر يتوسخ نين يتوسخ يود الحوت ما ترى خالق بيه شبك فيه ولو ساخن فيه ما بدك عطاوي؟ ما بدك عطاوي؟